الريح الآن تأتي رياح قوية أحيانا فوق قوي فوق ماذا نصنع ومين该怎么做 هناك من يسب الريح 有人咒骂风 هذا لا يجوز منهي عنه كبيرة 这是不允许的 这是大罪 ماذا نصنع ومين该怎么做 ندعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 我们应当按照使者告诉我们的做一个祈祷 بأن نقول 说 اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به 阿拉，我们向你祈祷，祈祷这个风的益处，风带来的好处，祈求你所命令的这个命令风的好处，我们向你祈求，免除风的这个风的坏处等等。لا نسب الريح 我们不要咒骂风 لا نسب الدواب حتى السيارات حتى البقر حتى الإبل 也不要这个辱骂什么汽车呀，这个牲畜啊，牛羊驼等等都不允许。 لا نسب الزمن الدهر الأيام الليالي 不要辱骂时间啊光阴啊等等 لا نعيب الطعام لا نتكلم عن الطعام طعام غير جيد 我们不要说食物不好吃等等 تريد تأكل كل وإلا لا تأكل 如果你喜爱吃就吃，如果不喜爱吃就不吃 لا نسب الأشخاص 不要骂他人 حتى آلهة الكفار لا نستطيع أن نتكلم عليها في حضور الكفار حتى لا يؤدي هذا لسب الرب سبحانه وتعالى 以至于那个妹徒们崇拜的偶像你也不要去骂他 المسلم لا يسب لا يشتم 穆斯林不说粗话不说脏字 يتكلم بكلام حسن 穆斯林只说善言美好的言辞 إما أن يقول خيراً أو يسكت 要么说善言要么沉默 نعم المسلم يعيش في هذه الدنيا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 穆斯林应当走圣行的道路 هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بذيء بالسب بالشتم 使者曾经说过脏话吗 لا 从来没有过 كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا 我们的先知使者具有最美好的品格 يسب من المشركين 以至于和妹徒他们之间都说美好 فلا يسبهم 从不咒骂他们 عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق 以美好的品格和他们交往 حتى شهد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق 以至于妹徒们都公认使者是诚实的 بالأمانة 是这个可以托付的 وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلى الناس خلقا 他们妹徒们都说我们的使者是具有最美好的品格 ائتمنوا النبي صلى الله عليه وسلم على أموالهم 他们有钱财需要这个保管的时候都来妹徒们都找我们的使者去保管 رضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم. 他们喜爱先知为他们做出公正的判决. مع أنه عليه الصلاة والسلام خالفهم، لكن شهدوا له بهذا. 使者和他们的交往过程当中，他们都承认使者有美好的品格. فلا بد أن أهل الإسلام يسيروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. 我们作为穆斯林走伊斯兰的道路，必须走使者走的道路. نعم.